ومعانا أول سؤال من أبو شريف القاهرة. أبو شريف معايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كده اتفضل يا حاج أبو شريف. ازيك يا عم الشيخ؟ نعم والله الحمد لله. الله يخليك. والله سؤال كده يا عم الشيخ كنت عايز استفسر من حضرتك منه عليه يعني. اتفضل يا سيدي. أنا عندي دلوقتي أولاد ربنا يخلي ولدين. طيب. واحد متجوز وغالبا عايش معايا. طيب. تمام؟ وله شقته فوق بس أكترت عدوه معايا في البيت هنا. طيب. وبيشتغل على يعني أرزاقي على باب على باب الله. طيب. والتاني شرحه برضه شغال على أرزاقي. الزكاة اللي بتطلع أنا أبوهم بقى. بطلع الزكاة على ابني المتجوز وعن مراته وعن بنته. قصدك زكاة الفطر يعني؟ اه. فأنت عايز تطلع الزكاة عنهم هم، عن عن, عن عن ابنك الأولاني اللي عايش معاك، اللي هو يعتبر غالبًا عايش معاك، اللي عايش معاك في نفس البيت. ده متجوز، ده متجوز وعنده بنت. فأنت بتقول هل يجوز إن أنا أطلع زكاة الفطر عنهم؟ اه يجوز. طيب، أنا دلوقتي عم الشيخ بطلع الزكاة لابن المتجوز بمراته ببنته. تمام؟ بالإضافة لعيالي بقى وأهلي بيه. خلي بالك بس عشان بطلع الزكاة لي ممكن تتفهم ان انت بتدي لهم الزكاه، انت ما بتعملش كده، انت بتطلع الزكاه عنه، يعني بتطلع الزكاه عن 5 افراد، صح كده؟ عن 6. عن 6 افراد، صح كده؟ اه. طيب، فانت بتطلع عنهم الزكاه، فقلت لحضرتك ده يجوز، ايه السؤال التاني بقى؟ السؤال ربنا يخلي حضرتك شكرا. قص الضوافر بقى، قص الضوافر في الصيام في مشكله؟ خالص، لان قص الضوافر ملوش دعوه بمساله، بالعكس قص الضوافر دوت من السنن، وخاصه لو كان بيتعمل في اوقات زي الجمعه والاوقات اللي هي بالعكس ده من الثواب، ده يحصل فيه عليه ثواب لان دوت من النظافه، وان الله سبحانه وتعالى نظيف ويحب النظافه، فعشان كده انت لو عملته في الصيام ده يبقى فيه ثواب ان شاء الله وثواب عظيم.